بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة الحادية عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة 11 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأذنكم في قراءة ما توقفنا عنده واستكماله من باب السواك. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من سنن الأنبياء الختان، ومن خصال الفطرة أيضا، والختان هو إزالة الجلدة التي تكون مغطية للحشفة حينما يولد المولود، تكون على حشفته قلفة مغطية لها، ولو بقيت هذه لجمعت الأوساخ ومنعت أيضا وصول الماء إلى هذا العضو مع الوضوء. فلذلك يجب أخذها، وكونه يختن الصغير وهو صغير أفضل، وهو مستحب، استحب المبادرة بختان الصغير، فإذا وصل إلى البلوغ وجب الختان، يجب الختان عند البلوغ، ولا تبقى هذه القلفة. ولو تأخر أخذها، فإبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، فهذا يدل على أنه لا بد من إزالة هذه القلفة ولو تأخر أخذها، ولا تترك، وهذا من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليكم. مختتن بالقدوم، أحسن الله عليكم. القدوم آلة يقطع بها ويحفر بها الأرض، يسموها الناس، وتنشر بها الأخشاب، هذا يسمونه القدوم في اللغة العامة، القدوم، وهو القدوم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. نعم، ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، ومع هذا حاز على العلم الغزير ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال في حقه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان بحرا ببركة هذه الدعوة، كان بحرا في التفسير، وبحرا في بقية علوم الدين ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مرجعا للصحابة، ولهذا لقب بحبر الأمة، لقب رضي الله عنه بحبر الأمة وترجمان القرآن
ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له، فهو من صغار الصحابة، ولهذا سئل يوم وفاة الرسول كم كان سنك حينئذ. نعم، مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون. قال أنا يومئذ مختون، يعني أنه بلغ مبلغ الكبر، لأنه لا يجوز أن يبلغ الشخص الحلم إلا وقد اختتن، يجب الختان عند البلوغ، ويستحب قبله مبكرا. نعم، أحسن الله إليكم. وعن ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أسلمت، قال ألق منك شعر الكفر يقول احلق. نعم، هذا فيه دليل على أن الكافر إذا أسلم فإنه يحلق شعر رأسه، في رواية ألق عنك شعر الكفر، فهذا الدليل على أن الكافر إذا أسلم يحلق رأسه. نعم. قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر ألق عنك شعر الكفر واختتن. قال لآخر، يعني لشخص آخر، ألق عنك شعر الكفر، يعني احلق رأسك، واختتن يعني اختن ذكرك بإزالة القلفة الباقية على رأس الذكر، لأن هذا من سنن الأنبياء ومن النظافة والطهارة. نعم، دل على أن الكافر إذا أسلم وهو لم يختتن أنه يجب عليه أن يختتن، وكذلك عليه أن يحلق رأسه. نعم. ولمسلم عن أسماء أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن لابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم، الوصل والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيره ليس لها، هذه الواصلة، وقد لعنها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من التزوير، هذا من التزوير، توهم الناس أن هذا شعرها الأصلي وهو شعر مزور، فلهذا لعن صلى الله عليه وسلم من فعلت ذلك، لعن الواصلة التي تصل شعرها، والمستوصلة التي تطلب ذلك أن يصل شعرها. نعم. وله عن علقمة عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. هذه أربع جرائم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلتها من النساء، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون اللعن إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فمن ضوابط الكبيرة أن يلعن عليها الشارع. نعم، لعن الله الواشمات والمستوشمات. الواشمات والمستوشمات. الوشم معروف في الجاهلية، وهي أن تغرز جلدها حتى يظهر الدم، ثم تلقي فيه شيئا من الكحول أو من الألوان حتى يبقى أثره على جلدها، نعم. وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، يحرم عمل الوشم على المسلمة. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته. نعم. والمتنمصات المتنمصات النمص هو
قص شعر الحاجب، هو نتف شعر الحاجب، هذا النمص نتف شعر الحاجب، وكذلك مثله القص، إزالة شعر الحاجب أمر لا يجوز، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. كثير من أو بعض النساء يفعلن هذا، يزلن شعر الحاجب ويجعلن مكانه صبغا، يجعلن مكانه صبغا يعني رسم رسم، وهذا من العجائب أنها تزيل الجمال المخلوق لها وتجعل جمالا مصطنعا، وهذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، هذه واحدة. نعم. والمتفلجات للحسن. المتفلجات، التفلج هي أن تجعل فتحات بين أسنانها بالمبرد، تجعل فتحات بين أسنانها، ما تكون أسنانها مستكة متواصلة، وهذا إن كان طبيعيا لم تصنعه هي فلا بأس به، وهو نوع حسن، وإن كان هي التي صنعته فهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، لأنه تغيير لخلق الله عز وجل، وأيضا تزوير، يظن من رآه أنه من خلقتها. نعم. والمغيرات خلق الله، هذا عام، كل نوع من تغيير خلق الله الذي لم يأمر الله ولم يشرع الله ورسوله تغييره فإنه ملعون من فعله. نعم. قال فبلغ ذلك امرأة تقرأ القرآن فأتته فقالت له ما حديث بلغني عنك؟ فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا، فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. نعم. هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لعن المغيرات لخلق الله عز وجل، الواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن، والمغيرات خلق الله سبحانه وتعالى على وجه العموم، يعني التغيير الذي لم يأمر به الشارع من فعله فهو ملعون بهذا الحديث. ومن ذلك عمل الوشم، ومن ذلك الوصل، ومن ذلك النمص، وغير ذلك من الأمور المنهي عنها. نعم. وله أن معاوية قال وفي يده قصة من شعر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. نعم. معاوية رضي الله عنه قدم المدينة وخطب في الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قصة من الشعر، فبينها للناس ورفعها وأخبر أن هذا من عمل بني إسرائيل، أن نساءهم كن يصلن شعرهن بشعر غيره، فهو نهاهم رضي الله عنه وأنكر عليهم ذلك، دل على أن هذا محرم وأنه يجب إنكاره ومنعه، وإذا لم يمتنع من فعله فإنه لا بد من عقابه حتى يمتنع. نعم. لأن هذا من المنكر
الذي يحتسب فيه على الناس. نعم. وفي رواية: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. نعم، هذا وهذا من الزور، لأنها تتجمل بشيء ليس من خلقتها، وإنما هو شيء مصطنع، يظنه من رآه أنه من خلقتها، وهو أمر مصطنع ومزور. والتزوير هو تحسين الشيء بما ليس له حقيقة. نعم. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور، قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق. نعم، فوصل المرأة شعرها بشعر غيره حرام، وهو من الزور، لأنه ليس من خلقتها، ومن الوصل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته. وأما شد الشعر بخرقة لأجل تجميعه ويعني مصلحة الشعر، هذا لا بأس به. نعم. لكن من يعني أحسن الله إليكم بقصد التكثير. أي نعم. وله عن جابر يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. أن تصل المرأة برأسها شيئا، عام يعني، سواء بشعر مثلها أو بخرق أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس 11 من سلسلة دروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشكر في ختام هذا الدرس لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان على هذا الشرح والبيان، والشكر لكافة الزملاء فريق العمل. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه إلى الدرس القادم إن شاء الله. السلام.